المرسلين أصدقائي زملائي أبناء الجهة التي ولدت فيها وكبرت فيها ودرست فيها من هذه الجهة من هذه المدينة ومن هذه القاعة بالضبط قررنا سنة 2013-2014 أن ننطلق للمؤتمر هنا وخذنا صراعا كبيرا ضد القيادة الحزبية بقرار من هنا وقررنا أن نغير المسار الحزبي بقرار من هنا وتوجهنا جميعا نحو معركة تحالفنا فيها مع إخوتنا في الحزب وأسسنا حزب الأصالة والمعاصرة الجديد الحزب الذي حصل على الرتبة الثانية والحزب الذي يدبر الحكومة فالفضل للكثيرين ولكن الفضل لكم أيضا أيها الإخوة حزبنا لا يراد له أن يكون في الحكومة حزبنا يراد له فقط أن يكون في المعارضة حتى يستوزر الآخرون ويهتمون بأقاليمهم وبجهاتهم الآخرون والآخرين ونبقى نحن في سوس سوس التي صنعت رجالا ونساء ناضلوا ضد الاستعمار سوس التي خلقت رجالات ساندوا العرش وساندوا وحدة البلد وساهموا في المسيرة الخضراء وبنوا الوطن طلب منهم أن يكونوا فقط في المعارضة سوس التي تحملت ورغم ذلك ظلت واقفة شامخة لا تترجى من فرسها فسوس ستستمر وسوس ستكون الأولى وسوس ستقود الوطن ولأن الأمر كذلك دعوني أبدأ من الصحراء لأن سوس كان دور كبير من أجل تحرير الصحراء ليس سنة 1975 فقط بل كثيرا من رجالات ونساء سوس بل حتى أطفال سوس شاركوا في حركة التحرير وفي جيش التحرير وأدوا الثمن غاليا من أجل تحرير الصحراء وأنا قادم إلى سوس صدر القرار 1654 الأخير بهيئة الأمم المتحدة والذي أكد مرة أخرى أن موقفنا هو الصحيح وكان انتصارا دبلوماسيا قاده صاحب الجلالة ليؤكد على أن طريقنا سيستمر وأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية أيها السادة كانت لنا آمال وطموحات فسوس كانت دائما تحتل المرتبة الأولى في الاقتصاد الآن وصلت تقريبا إلى المرتبة الخامسة والسادسة كان حلمنا أن نحتل مرة أخرى المرتبة الواحدة لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن دخلت علينا هذه الحرب وارتفعت أسعار النفط والبترول وقلت التساقطات المطرية ورغم ذلك كان منتوجنا في الاقتصاد الوطني أفضل منتوج والآن نفكر على أن نصنع اقتصادا جديدا وأن تساهم سوس في اقتصاد جديد لا يستند فقط على الفلاحة يستقر على مجالات متعددة أخرى من السياحة ومنها الصناعة ومنها الصناعة التقليدية كذلك ونفكر في هذا الموضوع وأنتم تعرفون أن أميني حزبين كبيرين في الحكومة هما من سوس ويشتغلان من سوس ولأننا قلنا أننا وزارة اجتماعية قررنا أن نتحمل مسؤوليتنا في الظروف الاقتصادية الحالية فضفنا في صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم هذه السنة حتى لا تتم الزيادة في المواد الأولية وفي المواد الغذائية
وقلنا أن إضافة 16 مليار درهم ستزيد أو ستزيد من القدرة الشرائية وستنقص من الضغط. قلنا كذلك أنه بما أن موضوع الصحة موضوع استراتيجي، فكوفيد علمنا أن الصحة مسألة السيادة، لأننا حينما نحتاج الأدوية وحينما نحتاج الوسائل الطبية وتكون العالم في أزمة تقفل الأبواب ولا تجد في السوق الدولية ذلك، فقلنا علينا أن نهتم بالوضع الصحي وأن نجعل من الوضع الصحي وضعا استراتيجيا بالنسبة لنا، وأضفنا في ميزانية هذه السنة 23 مليار درهم حتى نرفع من المستوى الصحي وحتى نقوم بتطبيق الحماية الاجتماعية التي قررناها من قبل. كان المواطن إما أن يذهب إلى المستشفى العمومي أو يبقى في بيته أو يؤدي الثمن غاليا في المستشفى الخاص. الآن لحق المواطن أن يذهب إلى أي مستشفى عمومي أو خاص، وأن الدولة هي التي عليها أن تؤدي ذلك التعويض. وفكرنا في التعليم وقلنا أن التعليم هو المسار الحقيقي، ولذلك وقفنا ونحن في الحزب وكوزير العدل ضد زواج القاصرات، وقلنا أن القاصرات لا يجب أن يكون في الزواج، القاصرات يجب مكانهن هي المدرسة والتعليم. طلبنا بذلك، وأضفنا في ميزانية التعليم 62 مليار درهم حتى نرفع من مستوى التعليم في بلادنا. أيها السادة، حينما قاد السيد رئيس الحكومة عزيز الخنوش الحوار مع النقابات، كنا نعرف أن هذا الحوار له كلفة، وحينما جاء بهذه الكلفة إلى المجلس الحكومي وإلى اجتماع القيادات الأغلبية الحزبية وافقنا في الحال، وأدركنا أن هذا الحوار سيؤدي إلى أداء والزيادة في الأجور بمبلغ 9.2 مليار درهم، ووافقنا في الحال، وقلنا أن هذه الأموال أموال أداء مؤدي الضرائب وأموال الشعب، وعليها أن تعود إلى الشعب من خلال رفع الأجور. وقلنا أن الحل في مواجهة هذه الأزمة، الحل الوحيد هو الاستثمار لإيجاد مناصب الشغل ولتدوير الرأس المال، وقررنا أن ندعم أو ندعم الاستثمار ب 245 مليار درهم، وهي أول مرة في تاريخ المغرب يتم استثمار هذا المبلغ الكبير. أيها السادة، قلنا كذلك أن ندعم المقاولات الصغرى المتوسطة التي تحدث الطبقة الوسطى، لا بد أن ندعمها وأن نساندها، وقررنا إصدار أو دعم هذا التوجه ب 13 مليار درهم. أيها السادة، إننا نعرف الوضع الاقتصادي، ولسنا أننا في الحكومة لا نحس بالوضع الاقتصادي، والحكومة تفعل كل رغم الضغط الدولي والضغط العالمي. أولاً رفضنا الحصول على الديون الدولية لأننا لا نريد أن نرهن مستقبل أبنائنا بالمستقبل من خلال ديون كثيفة، وقلنا علينا أن نتحمل مسؤوليتنا، وتحملنا مسؤوليتنا، وقررنا تغيير شروط الاستفادة من التقاعد من 3240 يوم إلى فقط 1320 يوم. ورغم ذلك عرفنا هجومات إعلامية مقيتة، وتم إهانة وزرائنا، وتم المساس بالاحترام الواجب للسيد رئيس الحكومة. وأنا أقول إذا قررت هذه الحكومة الإصلاح وإذا قررت التغيير، فكيفما كان الثمن ستقوم بذلك، وكيفما كانت الضغوط ستقوم بذلك. والذين يتكلمون عن الفساد ويتكلمون عن المال العام يستغلون هذا الكلام للقيام بالفساد، فهي كلمة حق يراد بها باطل. يعلم أن ذلك لن يوقفنا، وسنستمر وسنواجه وسنتعدى، وعلينا وإذا كان علينا أن نضحي بكل أصواتنا.
بعضنا من أجل أن نصلح هذه الأشياء وننقذ هذا الوطن فنحن مستعدون. فآباؤنا ماتوا وأدوا الثمن غاليا وأدوا دماءهم من أجل الاستقلال، فعلى الأقل أن نؤدي شيئا نحن كذلك، وإذا كان الأمر كذلك سنواجه، سنغير الأشياء، سنغير الوضع الصحي في المغرب، سنغير وضع المرأة في المغرب، سنغير وضع التعليم في المغرب، سنغير وضع الرياضي في المغرب. سنقول وأولئك الذين يكتمون ويشتمون كيدهم في نحورهم لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا القطار الذي يسير بسرعة، وسنستمر وليقولوا ما يشاءون أو ما يشاءون. أيها السادة، من أغرب الأشياء التي سمعتها، من أغرب الأشياء التي سمعتها أن البعض كان يريد منا أن ندخل الحكومة ونبقى في الصراع الذي عشناه في المعارضة. حينما كنا في المعارضة كنا نتصارع على الأصوات، كنا نتصارع على ثقتكم، كنا نطرح برنامجنا وحزب التجمع للوطن الأحرار يطرح برنامجه، كنا نقنعكم وكانوا يقنعكم، كنا نتصارع من أجل الحصول على مواقع أكبر لأحزابنا، وهو مشروع وعمل سياسي صحيح. ولكن حينما تكون في التحالف الحكومي، هل نضحي بالبلد ونضحي بالوطن ونضحي بالمشاريع ونضحي بالمؤسسات ونضحي بالاستقرار من أجل أن نحافظ على نوع من الذات ونستمر في هذا الصراع؟ أنتم من قررتم بأصواتكم حينما صوتتم على التجمع الوطني وصوتتم علينا، كان قراركم علينا أن نشتغل نحن الاثنين، لهذا تجاوزنا كل الصراعات من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الوطن. أن ندخل الوطن إلى صراعات بينني وبين الأمين العام أو الرئيس التجمع الوطني الأحرار من أجل ماذا؟ ماذا سيستفيد المواطن؟ وحينما قررنا أن نتحمل مسؤولية داخل الحكومة وجلسنا على الطاولة، قررنا أن نتجاوز جميع الخلافات بتصرف أخلاقي عالي. ونؤكد لكم الإخوة في الأصل والعصر، إن عزيز خنوش رئيس حزب التجمع والوطن الأحرار يتعامل معنا الآن باحترام وتقديرين كاملين، وأنه لا يمكن من هذا الموقع إلا أن باسمكم أشكره على الاحترام والتقدير الذي يعطيه الحزب الأصالة والمعاصرة. فالرجل يشاورنا والرجل يأخذ رأينا والرجل يتعامل معنا كمؤسسة والرجل يتعامل معنا كتقدير. ونحن أهل سوس تربينا وأنا منهم على أن من احترمك عليك أن تحترمه، ومن ناقشك عليك أن تناقشه، ومن حاورك عليك أن تحاوره، ومن عادلك عليك أن تحاربه، وحينما لم يعادل يعادل. لقد سمعنا أيها السادة كثيرا من الهجوم على حزب الأصالة والمعاصرة، لأن الكثيرين ماتوا حقدا وماتوا بغضا لماذا انتصرنا في الانتخابات الأخيرة. قل لهم انتظروا سننتصر انتصارات أخرى في 2026، انتظرون إننا آتون وسترون منا العجب العجاب. لن يكون ابن سوس على رأس حزب ويفشل أبدا أبدا. شتمونا ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة، قالوا عنا كلاما كثيرا، قالوا عنا حزب التحكم، قالوا عنا حزب الإدارة، قالوا عنا أشياء. والذين قالوا عنا هذا الكلام الآن معارضة صغيرة ونحن الأقوى. وأنا أقول لهم، إذا كان من أجل هذا الوطن، إذا كان من أجل هؤلاء المواطنين، علينا أن نتحمل كل هذا الشر، فنحن مستعدون ومستعدون لهذا. يا رب ارجعنا
وأهل مناقشة، ولكن كذلك أهل قرار، مستعدين للحوار، مستعدين لمناقشة الاختلاف، ولكن لا بد أن نأخذ القرار، وحين يحين وقت القرار نأخذ القرار، وكيفما كان هذا القرار نتحمل مسؤوليته، كيفما كان هذا القرار نعلن للعالم أننا نحن الذين نتحمله، كيفما كان هذا القرار نكون نحن أصحابه، ولا يخيفنا ذلك، لأننا نريد أن نتعامل مع مناضلينا أولا وقبل كل شيء بكل وضوح، بكل وضوح. لا يوجد شيء أغلى من الوطن عندنا، لا يوجد شيء أكبر من الوطن عندنا، لذلك نحن مستعدون لتحمل كل سبهم وشتمهم وإهانتهم، فبقدر ما شتمونا، بقدر ما أهانونا، بقدر ما انهزموا وما انتصرنا، وسنستمر. لقد قررنا أيها الأخوة من موقعنا الوزاري، من موقعنا الحكومي، ونحن نجتمع كقيادات سياسية كل أسبوع أن ندفع بالفكر الحداثي، وفوجئنا أن البعض وصفه بأوصاف مهينة لأنه لم يفهم الحداثية. إذا كانت الحداثية هي الحرية والديمقراطية والتعددية إلى غير ذلك، فالحداثة كذلك هي الشغل، والحداثة هي الكرامة، والحداثة هي المرأة تذهب إلى البنت تذهب إلى المدرسة، وعدم زواج القاصر، وإعطاء حقوق للمرأة المطلقة، وإعطاء حقوق للمرأة المتزوجة، ومنح للشباب دورهم، هذه الحداثة، ليس هناك شيء آخر. وصفه الكثيرون بأنه خروج عن طريق الدين، نحن أقرب إلى الله من الآخرين، أرادوها أم لم يريدوها. لذلك فليتأكدوا نحن مستعدون للصراع، نحن مستعدون للصراع مع الآخرين، مستعدون للعمل مع حلفائنا وأصدقائنا في الحكومة، ولن يخلقوا مشكلة بيننا وبين أصدقائنا وحلفائنا في الحكومة، لأننا نفتح الحوار يوميا، لأننا نتحدث يوميا، لأننا نتبادل الآراء يوميا. أما أعداءنا أو أولئك الذين يتكلمون في الهواتف فإنهم يجلسون في المقاهي ويكتبون، يجلسون في المقاهي وينشرون، والذي يتحمل المسؤولية للحكومة في مصير أمة بكاملها من موقع قطاعه ليس له الوقت ليقرأ الهواتف ولا يقرأ ما يكتب، لأن وقت العمل يأخذه كله. لذلك سيظلون على هامش التاريخ، وسيبقوا على هامش التاريخ. أما نحن في حزب المأصالة والمعاصرة سنصنع التاريخ وسنقود التاريخ. يبدو أن النظر إليكم يعطينا فرصة للكلام أكثر، وهنا من هذا المنطلق ومن هذه الأشياء كلها اسمحوا لي أقول لكم أن الحياة الصراع. كثيرا ما أسمع ويقال لي لماذا أنت تتكلم، أهل سوس يخجلون لا يتكلمون، هذه الجملة التي أسمعها دائما، الناس ديال سوس كيحشموا. قلنا لهم فعلا كيحشموا لأنهم مربيين ولكن لا يخافون، فمن الأحسن أن تعاملهم برفق وباحترام وبتقدير، لأنهم إذا طاروا عليك ستكون الطمة في الكبرى. لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا إلى معارك مقبلة. أنا لن أتوقف من المعارك حتى أموت، هذا قدري. وأنا أدعوكم إلى أن نقوم جميعا في كل في مجاله من أجل إيصال سوس إلى المرتبة الأولى. وتحدثنا في هذا الموضوع لرئيس الحكومة وكان أكثر حماسا مني، وتفكرنا في مجموعة من السبل وفي مجموعة من الاقتراحات، وقلنا أن هذا هو الحل. فقط هو رئيس الحكومة وأنا وزير العدل مسؤولون عن الوطن، لكن هذا لا يمكن ولا يمنعنا
أن حزب منطقة أكثر من الأخرى، فالقلب وما يعشق. جئتكم اليوم بعد غيبة طويلة، فالسلطة من طبيعتها تأكل الشخص وتأكل الإنسان، وكان بودي أن أحضر بينكم قبل ذلك، لأنه لا يمكن أن نشتغل في حزب الأصالة والمعاصرة إلا إذا التقينا معكم وحدثناكم وكلمتمونا وأعطيتونا أفكار. نحن بشر مثلكم، نحتاج إلى من يدعمنا، نحتاج إلى من يفكر معنا، نحتاج إلى من يقترح علينا، نحتاج إلى من نتعاون معه. وأنا متأكد بأن المستقبل مستقبلنا، وبأننا سننتصر، وبأننا سنصنع غدا أفضل تحت الرعاية الخاصة لجلالة الملك الذي يولي لهذه الجهة قيمة كبرى وعناية كبرى. وأنا متأكد بأنكم هذه العناية الملكية ستردون الصاع صاعين والخير خيرين حينما ستشتغلون وتتحملون مسؤوليتكم في مواقفكم الوطنية وتعلنون ولاءكم المطلق والمستمر للعرش العلوي المجيد. أتمنى لكم ولنا التوفيق، والسلام عليكم.